صباح الخير. رح ننتقل الآن للحديث عن قانون اللامركزية اللي بيمشي بكل شوارع الأردن. عم بيشوف حملة مكثفة من الدعاية الانتخابية لا خلينا نحكي البلديات وأيضا المجالس، مجالس المحافظات. في مرات بيكون لبس أو عدم معرفة كافية بقانون اللامركزية اللي احنا بنعتبر أنه هو من أهم القوانين الإصلاحية اللي عم تشرك المجتمع المحلي اللي هو دائما بيكون أدرى باحتياجاته الخدمية والتنموية. بنرحب بالمحامية نور الإمام، رح تحدثنا أكثر عن هالقانون، شو دورنا احنا كمان، وبنأكد كمان على دور المرأة ودور الشباب. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. شرفتينا. يعني عم نعيش الآن بالأردن واحدا من المواسم الانتخابية المهمة جدا، الانتخابات البلدية، وما الجديد فيها هو الانتخابات اللامركزية. الانتخابات اللامركزية عم تحمل قانون جديد، واللي عم نسمعه مؤخرا وبكثرة بأنه هذا القانون يحمل صبغة تنموية مميزة. فاحكينا أكثر عن قانون اللامركزية، إيش اللي بيميزه وما سبب الالتفات لهذا النوع من القوانين للأردن؟ طبعا هاي أول مرة إحنا راح ننتخب على أساس قانون جديد هو قانون اللامركزية، ولأول مرة هاي التجربة راح تكون في الأردن، اللي هي عملية من الاسم إحنا بنحكي عن تفويض سلطات مركزية للمحافظات، بحيث يتم إنه إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية صنع القرار. فهذا القانون هاي فكرته الأساسية، وزي ما تفضلتي هي فكرة تنموية، إنه قد ما فينا إنه ننقل التنمية من المركز إلى باقي المحافظات. وبالتالي هذا القانون مفترض إنه يحقق مثل هذا الأمر، اللي تقديم خدمات أفضل للمواطنين، إيجاد فرص استثمارية، إيجاد فرص تنموية أكبر، إشراك الناس بوضع خططهم الخاصة فيهم واحتياجاتهم وفقاً لطبيعة المحافظة. المرة الأولى، فدائما المرة الأولى بدها تكون للكل جديدة، يعني حتى إحنا كمحامين كقانونيين هي المرة الأولى إحنا بنطلع على تفاصيل هذا القانون. إحنا عارفين إنه في عنا دائما قانون الانتخابات لمجلس النواب أو قانون البلديات، ولكن هاي للمرة الأولى المواطن الأردني سينتخب على أساس قانون اللامركزية. وقانون اللامركزية يعني إحنا عمالنا بنوجد مجالس جديدة في المحافظات من خلال عملية الانتخاب. نعم، يعني لما نحكي أول انتخابات رح تكون ومجالس محافظات بتاريخ المملكة، يعني بدنا همة كل اللي عم بيتابعنا، لأنه في كتير مقالات يعني مبارح أنا عم بقرأ عم تحكي إنه حتى موضوع بين البلديات وبين مجالس المحافظات أو الانتخابات اللامركزية جديدة على المواطنين الأردنيين، فهذا دورنا إحنا كمان كإعلام. بحب أعرف منك شو رح ينبثق عن قانون اللامركزية، رح يكون في شق معين وشق منتخب، صحيح؟ نعم صحيح. هلأ خلينا ننوه أول شيء إنه إحنا بثلاثة سبعة بدأت عملية الترشيح والترشح للمجالس اللامركزية، واستمرت لمدة 3 أيام، انتهت بخمسة سبعة، وعشان هيك إحنا بعد الترشح صرنا نشوف اليافطات في كل مكان للمرشحين. هاي العملية الترويجية حتستمر ليوم الانتخاب اللي هو ب15/8. راح يكون في عنا إمكانية لانتخاب مجلس المحافظة. يعني مجلس المحافظة من اسمه، في كل محافظة في المملكة سيكون لها مجلس منتخب. بالإضافة لمجلس المحافظة حيكون في مجلس معين اللي هو المجلس التنفيذي، اللي هو بيكون برئاسة محافظ، المحافظ ونائبه ومدراء المناطق التنموية، وكلهم عبارة عن أشخاص معينين، ولكن يقابل هذا المجلس التنفيذي مجلس المحافظة اللي إحنا راح نروح ننتخبه يوم 15/8 في كل محافظة بعدد معين من الأصوات. ومجلس المحافظة بتكون من عدد من الدوائر، على سبيل المثال عمان فيها 30 دائرة، أوكي، فإحنا كل واحد في منطقته راح يروح ينتخب ضمن صوت أو صوتين إذا كان في عدد أكبر من المرشحين، أو سوري عدد أكبر من المقاعد، أكثر من شخص، أكثر من مقعد واحد، راح يكون في لنا الحق في انتخاب شخصين. مجلس المحافظة طبعا له اختصاصات، ومجلس المحافظة زي ما هو منتخب بأغلبيته، ولكن 15% منه معين. يعني احنا حننتخب 85% وال 15% حيتم تعيينهم. مجلس المحافظة كمان فرض انه وجود كوتا
نسائية، مقاعد مخصصة للنساء. كمان زي ما حكينا في البداية، الهدف إنه إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية صنع القرار، فلا يجب أن يكون من ضمن هؤلاء أن نضمن وجود الصوت النسائي، أن نضمن صنع المرأة للقرار أيضا في مجلس المحافظة، اللي هو 15%. نعم، حدد القانون 10% كوتا منتخبة، وكمان حدد من ضمن ال 15% المعينين أن يكون 5% من ضمنهم نساء. فإحنا في المجمل عمالنا بنحكي على 15% معين ومنتخب. نعم، عدد نساء. طيب، حابة نركز على مجالس المحافظات، بما أنه حكينا بأنه المواطن الأردني سيحق له هو أنه ينتخب المرشحين لمجالس المحافظات. شو صلاحيات مجالس المحافظات وشو راح تضيف بالنسبة للمجتمع على المحافظات والمناطق النائية مثلا؟ هلأ مجالس المحافظات حتشتغل بالتوازي مع مجلس التنفيذي. المجلس التنفيذي حيعمل على وضع خطط استراتيجية، على وضع خطط تنموية، على إيجاد فرص أفضل، خلينا نقول خدمات للمحافظة. هو الذي يضع والذي يقر هذه الخطط وهذه التوجهات وهذه السياسات هو مجلس المحافظة. مجلس التنفيذي رح يكون عندنا في جهة يوضع تصور لموازنة معينة، والمجلس المحافظة في جهة أخرى حيقر هاي الموازنة. يعني عمالنا بنحكي إنه المجلسين سيعملوا بشكل متوازي وبشكل منسجم لغاية إيجاد أهم شيء إحنا بهمنا هلأ بالفترة الحالية، فرص استثمارية أفضل، فرص تنموية أكبر، إيجاد مناطق تنموية، إيجاد مناطق صناعية، إيجاد خدمات أفضل للمحافظات. مش ضروري ابن المحافظة عشان بحاجة لبعض الأمور الأساسية أن ينتقل إلى عمان، ومش ضروري كمان ابن المحافظة لإيجاد فرص عمل أنه ينتقل للعاصمة. هاي هي الفكرة من اللامركزية، هي عملية انتقال بعض من هذه الأمور إلى المحافظات على أساس يكون في عنا عملية التنمية تكون متوازية مع ما بين كافة المحافظات ووفقاً لاحتياجات أبناء المحافظة. يعني إحنا إذا نحكي بشفافية بالفعل، يعني إحنا بنشوف تمركز للسلطة بعمان، بنشوف كمان بيروقراطية، يعني قديش عم بتستنزف مرات من طاقة المواطن نفسه. هيك كل المجتمعات المحلية رح تشعر إنها عم بيكون عندها إشراك بصنع القرار. هي أدرى الناس، يعني اللي عايش مثلا والله بالكرك هو أدرى من اللي بعمان إيش احتياجات الكرك أو الجنوب. سؤالي برضو بآخر شق من مقابلتنا، أهمية إشراك الشباب. يعني إحنا لما نحكي مجتمعنا الأردني فتي 70%، وفي كتير شباب مش على دراية لأنها جديدة بمجالس المحافظات، وكمان بقدروا يكونوا هم مرشحين يعني فوق 25 سنة. صحيح. حتينا عن قديه لازم الصوت يوصل للشباب اللي عم بتابعنا. هلا إحنا عمالنا بنحكي هذا قانون جديد، وبنحكي دايما شبابنا هو الأقدر لصنع التغيير وعندهم أفكار أفضل، ولما يجي القانون عماله بيمنحهم فرصة الترشح. يعني فوق ال 25 سنة هو قادر أن يترشح للمشاركة في صنع القرار، بدل ما نخلي الشباب بس عماله خلينا نقول براقب أو ينفذ عليه القرار. هذا القانون منحه الحق أنه هو يشارك في صنع القرار. فأرجو أنه يكون لغاية هلأ إحنا مش عارفين شو التحليل الكامل للمرشحين، ولكن أتمنى أنه يكون من عدد أكبر من المرشحين أن يكونوا من فئة الشباب. لأنه فعلياً إحنا بحاجة لأفكار جديدة، بحاجة لروح شبابية، وخصوصاً أنه هذا القانون هو للتنمية. فمن سيصنع التنمية إذا ما كان الشباب هو المشارك؟ وزي ما هو الشباب لازم يكون مشارك في الترشح، نتأمل يكون عنده مشاركة كمان في عملية الانتخاب. لأنه فوق 18 سنة هو قادر أن يصنع قرار أيضاً في اختيار من سيمثله داخل هذه المجالس. فبنتمنى كمان انه عدد اكبر من الاردنيين كلهم انهم يتوجهوا لصناديق الانتخاب ويشاركوا في صنع القرار، لانه بالنتيجه احنا بلاش نضلنا دائما متفرجين. خلينا ولائمين بنفس الوقت. بالضبط، يعني هاي النقطه اللي بتخليني اعرج على موضوع المراه. المرأة في الانتخابات النيابية الأخيرة كان لها مشاركة كبيرة، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب، ولكن بجوز لأنه هذا القانون جديد ولسه النساء ليسوا على دراية كافية بهذا الموضوع، كانت نسبة هلأ ترشحهم قليلة، أقل من المتصور، يعني 9% عمالنا نقول من نسبة المترشحين ككل. وبالموازة منلاقي أنه نسبة المترشحات للمجالس البلدية عمالها بتزيد. صح. أوكي. هذا بيعني أنه المرأة لما وجدت نفسها في موقع معين
وقدرت انه تكسب ثقه المجتمع عمالها بتزيد مشاركتها. فهي التجربه الاولى، بنتمنى انه بالاخير النتيجه اللي احنا راح نصنعها بانتخابنا تكون جيده وتكون محفزه، بحيث انه نشهد خطط استراتيجيه ونشهد خطط تنمويه افضل للاردن، وانه يكون يشارك فيها كافه الاردنيين. هو بالنهايه ما يتطلع اليه المواطن الاردني هو انه يكون في ثقه. يعني المشكله احنا عندنا انه في هناك نقص بالثقه لهالخطط اللي عم بتكون موجوده، لانه المواطن دائما يتطلع الى خطط موجوده واجندات موجوده تطبق على ارض الواقع. فنتمنى من قانون اللامركزيه بانه يحقق الهدف المنشود من وجود فرص استثماريه، وبالتالي يعني ينعكس هذا الموضوع ايجابا اكثر على المجتمعات بالمناطق النائيه بمختلف محافظات. احنا ختاما بدنا نتشكرك المحاميه نور الامام، وبالنهايه يعني هذا دورنا من قبل رؤيا ومنصه اعلاميه بانه نسلط الضوء اكثر على قانون اللامركزيه لحتى نشجع اكثر على الانتخاب. شكرا لك نور الامام. احنا متفائلين، يعني احنا لما نحكي اللامركزيه من اهم القوانين الاصلاحيه، طلبنا بالاصلاح، هلا دورنا احنا كمان كمواطنين نطبق الاصلاح. شكرا لحضورك. شكرا لكم، اهلا وسهلا.